وسهلا بيكم في فيديو جديد من فلوجاتي. النهارده هنجرب مع بعض التجربه اللي انا كنت متردد فيها بقالي مده كبيره، الوكاكو نانو بريسو هاند بريس مع النسبريسو ادابتور. ده كان عرض، وتفاصيل ان شاء الله ممكن بنقولها في الكومنتات لو حد عاوز يسالني على اي تفاصيل او اسعار. اللي خلاني اجيبها مؤخرا ان انا لقيت التحفه دي، ده الوكاكو دولشي جوستو جيت. انا دايما بشرب مشروباتي تقريبا باللبن، فكنت محتاج جدا ان انا ابقى معايا ادابتور للدولشي جوستو كابسولز. لقيته اخيرا عند البروفايدر، فتوكلت على الله واشتريتها. وخلينا نكمل مع بعض ونشوف، نعمل انبوكسنج كده ونجرب بعض المشروبات ونشوف ايه ادائها معانا. دلوقتي هنبتدي مع بعض نعمل انبوكسنج للوكاكو نانو بريسو. الفيجن زي ما قلت لكم دوت انا جبته معاه الاسبريسو ادابتور انكلودد عشان كان داخل عرض، وكان طبعا بيوفر لي في السعر شويه. هنشوف ايه الموضوع. بسم الله مع بعض كده. بسم الله. او حضرتك معانا هنا هو ايه الادابتور بتاع الكبسولات النسبريسو، اعتقد ظهر معاكم ان شاء الله في الكاميرا يعني. تمام، بسم الله. نفتحه الاول مع بعض. اول حاجه معاك الكتالوج بتاعه، طريقه الاستخدام وطريقه التركيب وطريقه الصيانه او تنظيف قصدي، مع فرشه للتنظيف. الادابتور نفسه عباره عن القطع اللي بتحط فيها الكبسولات. اعتقد طبعا يكون بعض المشاهدين عارفين طبعا الموضوع من اول، بس انا حبيت ان انا اراجع معاكم. ودي ده الجزء اللي فوق اللي بيقطع، اعتقد تكون باين مش عارف، اللي بيقطع الفويل بتاع الكبسوله. وتحت ده فيها زي سكاكين اللي بتقطع الكبسوله نفسها عشان الميه ايه تسمح بالدخول. وده ايه اللي هو الاكستنشن اللي هو المفروض بيركب، وهنا الميه هتنزل لما تركب ايه في الهاند بريس نفسها. الميه تنزل من هنا اهو. تمام، ومعها الجراب اللطيف ده بحيث انك تحط كده جواه عشان تحافظ عليها وانت ماشي، من الخدش او من كسر او اي حاجه، وتقوم قافل. ظريفه جدا. يبقى للهاند بريس نفسه، المكنه نفسها طبعا حجمها صغير جدا زي ما احنا شايفين، يعني المكنه بتكبر وبتقصر على حسب الايه الاكستنشن انت بتحب تركبه. بسم الله. نفتح نعمل انبوكسنج. الكتالوج بتاعها برضو. تمام، الاستخدام الانستركشن بوكس، وده ايه طبعا الضمان بتاعها. هنا نفس الموضوع، هنا السوفت كيس. ليه ما جبتش الهارد كيس؟ لان الهارد كيس كان لوحدها بتزود 500 جنيه من ثمن الجهاز، حتى في المقاس اللي هو العادي الصغير سواء اللي هو السمول او الميديم. وانا اصلا كنت محتاج ان انا اضيف الدولشي جوستو كيت اللي هي هتبقى معايا رايح جاي بيها، فالجراب بتاعها ما كانش موجود، فقلت بدل ما هدفع 500 جنيه زياده استنى لما الجراب بتاع الدولشي جوستو كيت يبقى موجود واشتريه كله افضل، بدل ما انا ادفع 500 جنيه هنا في العاديه وبعد كده اضطر ان انا ما استخدموش او اركنه على جنب لانه مش هبقى محتاجه، لان انا هتفرج دايما بالدولشي جوستو كيت. فانا حاليا معايا السوفت كيس دي اللي بتيجي بيها، وبالنسبه لي انا مرضيه جدا ساتسفايد يعني بالنسبه لي. نفتح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجهاز انا خضرت اللون الاسود عشان ايه الاكستنشنات الكتير ما تعملش ايه يعني ديستورشن كده في النظر مع الناس اللي بتحب يعني الماتشنج، ما هيبقاش حد ايه متضايق من اللون. اللون بسيط جدا ظريف جدا، الشكل المعروفه بتاعته هنا ده بيتفتح كده الليفر بتاعها. تمام، وهنفتح من هنا. ده الجزء الداخلي بتاعها اللي احنا عارفينه، ومعاها الاتاتشمنت بتاعت الاصليه اللي تيجي معاها اللي هو عباره عن ايه، دي هنا معلقه عشان الباودر، وبرده فرشه صغيره طبعا تبقى سبير معايا. والناحيه الثانيه ده الباسكت بتاع الباودر
طبعا هو بيمشي معاه قبل كده، مجرب عادي الطحنات الكوميرشالز بتاعت سواء الالي او اللافاتزا او ايا كان ايه هي الحاجات اللي انا بشتريها كوميرشال عادي. ومؤخرا طبعا انا كنت جايب، لو انتوا كنتوا متابعين معانا القناه، انا كنت جايب قبل كده المطحنه بتاعتي مؤخرا، فيعني ايه مش هتلاقوا صعوبه في انكم تشوفوا البدائل بتاعتكم وتشوفوا ايه الافضل بالنسبه لكم للاستعمال. نكمل مع بعض ان شاء الله ونبتدي نجرب اول كوبايه قهوه بالهاند بريس الجديد. نيجي لاخر حاجه بقى هنا اللي نعمل انبوكسنج للايه، الدولشي جوستو كيت. دي الادابتر اللي هو المفروض هيخلينا نعمل الكبسولات بتاعه الدولشي جوستو. انا هنا جايب لكم شويه تشكيله حلوه نقدر تشرح القلب يعني. بصراحه جايب كبسوله الفلات وايت، وده الشاي المغربي، وده لو هتعمل الاولاد مثلا نسكويك ولا حاجه هوت شوكليت، وده الكابتشينو العادي بتاعنا. بسم الله. نفس الحكاية الكتالوج بتاعنا موجود معانا، طريقة الاستخدام وطريقة التنظيف وطريقة التركيب اللي هيتوه ولا حاجة، كل الانستراكشنز موجودة بكل سهولة جدا، تقولك تعمل ايه ومتعملش ايه وتركب ازاي وتستخدمها ازاي. ممتازة جدا. في بالعربي كمان اهوت. هو شبه الباريستا كيت بتاعت المكنه نفسها الاصليه اللي هي كانت بتعمل الدبل شوت. لو انت عاوز تعمل الدبل شوت للمكنه، المكنه الاصليه كنت بنشتري ادابتر اسمه باريستا كيت، دي شبهها شويه بس طبعا اكبر منها سنه. اول حاجه هنا ده اللذيذ مع كوبايه بتاعتها، مش محتاج ان انت تشتري كوبايه او لو اتزنقت في حته بره ولا حاجه مش محتاج ان انت تدور على كوبايه، دي كوبايتها تشرب البورشن بتاعك. ده البادي بتاع الكيت نفسه، نفتح جواه نشوف فيه ايه. دي كده كانت زي قاعدة يعني، وده الجزء اللي احنا بنكولكت فيه، او ده اللي هيبقى الريزرفوار او التانك بتاع المية. طبعا هيبقى هنا اكبر من التانك بتاع المكنة نفسه عشان طبعا فرق الشوتس، لان طبعا كبسولة دولشي جوستو للناس اللي عارفة بتبقى اكبر، الشوت بتاعها بيبقى اكبر من الاسبريسو والباودر العادي. بعدين بنفتح هنا الجزء اللي هنا العادي بتاع الكبسولة نفسه، بنحط فيه كبسولة. دي الشوكة أو الإبرة اللي بتفتح الكبسولة بتاعة الدولشي جوستو، وبتفتحها من هنا زي اللي موجودة زيها في الأدابتور بتاع الاسبريسو، وبتقفل وبعدين المايه بتنزل من هنا طبعا بعد ما تركب في ايه في الجزء ده في المكنه. يعني ممكن نبتدي نجرب حتى مع بعض دلوقتي من غير ما نوقف. بسم الله. كده هنشيل الجزء بتاع الباودر تمام كده اهو، هنركب الجزء بتاع الدولشي جوستو. عرفتوا بقى انا ليه اخترت اللون الاسود؟ عشان ايه الماتشنج بقت حاجه ما شاء الله تحفه جدا. وبعدين ده ريزرفوار الميه، التانك بتاع الميه هنفكه نحطه على جنب. ده طبعا قبل ما تركبه هيبقى مليان ميه، مليان ميه بالشكل ده، هتقوم حاطه هنا وتقوم قافل. ده هيبقى منظر المكنه. وبعدين نحط كده بقى بالمنظر ده تمام كده. طيب اخيرا دي عشان ايه القعده؟ عشان انت لما تيجي تقعدها كده ما يحصلش حاجه. فشويه جادجتس كده بصراحه انا بالنسبه لي الرفايع دي بتفرق معايا جدا، التفاصيل دي بتفرق معانا جدا، ظريفه جدا. عشان المكنه انت بتحضر بتحط ميه بتجهز حاجه، بتحط الكوبايه بتاعتك بتجهز سكر بتحط اي حاجه، بتركن المكنه عشان ما تتخدش منك. دايما ايه الحاجه تحافظ عليها عشان تبقى في احسن شيب والاستعمال بتاعها ما يبقاش فيه مشكله. نكمل مع بعض. اول حاجه هنجرب الكبسولات بتاعت الدولشي جوستو اللي هي الكابوتشينو، بتبقى بود لبن وبود تانية كوفي. طبعا بالنسبة للأماونتات احنا ايه ممكن نستعمل الميزان في ان احنا نظبطها طبعا، بس لو معيش ميزان انا هحاول اعاير كده بالسنس بتاعي او بخبرتي يعني في الاستعمال، ونشوف ايه النتيجة اللي هتطلع معانا. اول حاجة هنفتح الكوباية بتاعتنا، انا مش هستعملها دلوقتي عشان اوريكم الموضوع ماشي ازاي. هجيب كوباية عادية من عندي البيت تمام. هنفتح الريزرفوار بتاع المكنه ونحط فيه شويه ميه
ميه مغليه جنبنا هنا من الكتل اهي جاهزه معانا. بسم الله. في خط جوه اهو احنا تقريبا شايفينه الحز دوت ده الماكسيمم بتاعها اهو تمام. وبعدين طبعا نعدل المكنه كده ونقفل بالمنظر ده كده. الميه خلاص معانا هنا نفتح فوق. هنركب بقى البود بتاعت ايه نسبريسو. تمام هناخد اول حاجه اللبن نحطها كده. اتقطعت اهي مش عارف الصوت كان باين معاكم ولا لا. ونقفل عليها كويس. هنا البود باين اهي حتى من هنا ده المكان اللي هينزل منه اللبن. ونبتدي نقلب الناحيه دي. طبعا احنا ورا الكاميرا ما وريتكوش طبعا كان في تسريب انا ما كنتش قافل البتاع كويس بس دلوقتي خلاص تمام اهي زي الفل. بسم الله نبدا كده. ضغطه تحضيريه بتحس انها بتتقل تحت ايدك. لازم نعمل الستروك او المشوار كامل بتاع الضغط بتاع البريس نفسه عشان يبقى الضغط متوزع كويس على كل ضغطه ما يبقاش الشوط مش متجانس يطلع مره خفيف ومره تقيل تبقى القهوه بتاعتك مش مظبوطه. انا زي ما انتم شايفين بسيب البريس يخرج لغايه الاخر وارجعه تاني. ممتع جدا يا جماعه. طبعا كده ابتدى الضغط خلاص يقل تحت ايدي مفيش ميه الميه خلصت. نسيبها تصفي. طيب تمام انا فكيت ونضفت عشان وقت الفيديو بس طول معايا. انا رميت البود بتاع اللبن وهحط دلوقتي البود بتاع القهوه اهو في نفس الكيفيه. سامعين التكه يا جماعه وبقفل عليه كويس. تمام وعندي اختيارين احط ميه في نفس الكوبايه الكبيره بس انا هنا مش هعرف اعاير الشوط كويس فانا بالنسبه لي افضل حاجه ان انا احط ميه في الكوبايه الاصليه الصغيره اللي بنعمل بيها الباودر او النانو بريسو او النسبريسو. احط هنا برضو هنا النهايه بتاعته على الحز بتاعها. خلاص كده قفلنا وحطينا الميه بتاعتنا. نبتدي نصب. بسم الله. بتحضر اهي. ايوه تحفه يا جماعه كده. اهو ابتدت تخف معايا مش هكمل كفايه كده جدا. زي ما شفنا ده المشروب النهائي. الكوبايه ممتازه جدا. نجرب كده. بسم الله. تحفه جدا يا جماعه. تحفه جدا زي المكنه الاصليه بتاعتها بالظبط. هنا كمان طعم القهوه مركز جدا وزياده. ممتاز. نجرب بقى بعد كده حاجة بالكبسولة بالادابتور بتاع النسبريسو عشان احنا كده عملنا ايه فيديو شرح الاتنين مع بعض. هنا هنبدل بقى الجزء بتاع الكبسولة النسبريسو ده مكان البود. هنجرب هنا كبسولات توري معانا. تمام
ممكن ناخد الكيوبان دي، انا بحبها اكتر. نجرب، جبتهم برضو بسعر حلو جدا، كان عليهم اوفر، بس هو طبعا عشان يعني كنت شاري المكنة. اي كبسولة متوافقة مع كبسولة من السبريسو. نحطها طبعا بالوضع ده عشان السكاكين تفتحها من تحت، تمام. وهنا الجزء ده بيبقى مقابل للفويل. هنقفل كده، تمام. برضه نفس الحكاية، هنفك الكوباية عشان ناخد بقى الشوط بتاعنا، شوية المية العاديين بتوعنا. نتأكد احنا قفلناها كويس عشان ما يحصلش تسريب زي المرة اللي فاتت. كده تمام. تمام، هنجيب الميزان عشان نظبط الشوطة بتاعنا ونعمل اكستراكشن من الكبسولة دي. هناخد منها يعني من 17 ل 20 مللي. هنشوف ده كده التير، نعمل تير، ده الميزان، تمام. نكسكلود وزن الكوباية على زيرو اهو دلوقتي. نبدأ بسم الله تحضير برضو. الكبسولة فتحت، كده 17.5، 18، 19، يعني 24، 20 تقريبا. ده الوضع اهو. ممتاز ممتاز، قوام ممتاز ممتاز ممتاز، ما شاء الله. ندوق كده نشوف حامضية ولا مرة. بسم الله، ممتازة جدا يا جماعة. يعني أنا طبعا أول مرة أجرب أشرب بيها، أصلا النتيجة بتاعتها أحسن من المكنة الكهرباء. البود متوازن جدا، مفيش حموضة ولا مرارة، مع إن هنا الانتنستي بتاعتها 7/10، بس الشوت جميل جدا. خلصت كله اهو. تمام، بس نتمنى كده يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله. ده كان استعراض للمكنه او الهاند بريس، الوكاكو هاند بريس مع الادابتورز بتاعته، سواء النسبريسو بودز او الدولشي جوستو بودز. عملنا ليكم انبوكسنج وريفيو سريع، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لايك وسبسكرايب وشير عشان نعرف نكمل يعني ان شاء الله. ونتقابل إن شاء الله في فيديو قريب مع الفلوج جدي. شكرا جزيلا.